So, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngisi waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi, Syam rencananya mau bikin murattal Al-Quran di YouTube. Ya, mungkin kita bagi dalam satu juz itu kita bagi empat. Jadi, seperempat, seperempat, seperempat gitu ya. Kita mulai dari juz satu insya Allah. Dan doain istiqomah karena ternyata ngupload video tuh lumayan juga moodnya yang harus dikumpulkan, nggak mudah karena Syam ngerjain semuanya sendirian gitu ya, ngedit apa segala macam. Jadi video ini mungkin tidak ada editnya, langsung aja kalian buka Al-Quran dimulai dari juz 1 dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai seperempat juz, jadi sampai mungkin sampai kulnah bitu minha jami'ah ya. Oke, silahkan buka juz 1, awal juz 1 Al-Fatihah, sambung Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Bentar, ada yang salah di rekamannya nih. Maaf ya, berhenti yang ini. دون الله إن كنتم صادقين. Biar kita bisa lanjut tanpa edit, harus ngeditnya. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم. Tangga lewat nyanyi lagi. Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. Jadi ini doa juga ya. Ini doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, Maha Suci Allah, tidak ada pengetahuan kecuali yang Dia ajarkan kepada kami. Ini doa sebelum belajar. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من
ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita selesaikan juz 1 part 1. Jadi insyaallah mudah-mudahan bisa istiqomah lanjut part 2, part 3, part 4 sampai selesai 30 juz. Dan insyaallah mudah-mudahan ini videonya enggak usah diedit-edit lah ya. Tadi ada tetangga lewat lah, ada suaranya keselip lah, ada apa lagi? Oh, pokoknya itulah ya. Enggak usah diedit supaya rajin uploadnya. Dan enggak saya kasih teksnya supaya teman-teman bisa membuka Al-Qur'annya sendiri di rumah. Nanti mungkin di episode selanjutnya yang lainnya mungkin kita juga isi dengan pembahasan ayat sedikit. Ya, tentang paling kayak tadi di mana ada doa di ayat 32, kemudian ini kisah tentang iblis tuh terlaknat bukan karena enggak pernah ibadah, bukan karena enggak beriman, bukan karena enggak taat, tapi ternyata iblis tuh walaupun dia rajin ibadah sampai diangkat ke langit gitu kan, masuk ke surga loh iblis itu awalnya. Di surga kan, di surga disuruh sujud kepada Adam sama malaikat yang lain, tapi karena aba wastakbar, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat, sombong gitu, akhirnya menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next part.